علاش جينا اليوم احنا هنا؟ جينا بجميع المكونات ديالنا، سواء جنود الخفاء، سواء الفرق المشاركة من ربوع المملكة ومن المناطق المجاورة لمدينة المنطقة ديال المنصورية، وكيجيو عندنا نادي الرياض، نادي كرة الطائرة بزناتها اللي طلع القسم الصفوة، وكيشرف المنطقة ديال المنصورية باش تحتفي بهاد الناس هاد. المهم هاد الجو البهيج هو اللي كنعيشوه دابا في هاد الشاطئ الجميل اللي كيتعتبر من بين احسن الشواطئ في المغرب، والفاق ديالو كتعتبر من بارمي لي ميور فاق في المغرب. وبهاد المناسبة هادي كنشيدو بالعمل الجاد ديال رئيس الجماعة الترابية بالمنصورية والسلطات المحلية، وفي مقدمتهم السيد عامل عمالة بن سليمان، وكذا كنشيدوا بالمجهود الخاص ديال رجال الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة. احنا اليوم في واحد النشاط اللي هو رياضي بيئي في شاطئ التلال، اللي واحد النشاط اللي اورغانيزاته جمعية الرياضات البحرية بالمنصورية، جمعية التلال وجمعية شراع بشراكة مع جماعة المنصورية. هاد النشاط هذا خلى ان الوليدات يكتشفوا لاول مره في المنصوريه كره قدم الشاطئيه بالقوانين ديالها بليزاسوس ديالها، خلاهم انهم يتعرفوا على واحد الرياضه اللي هي جديده، بالاضافه للاكسبيريونس اللي غادي يربحوها ان شاء الله بارابور لو سيرف، بارابور الرياضات البحريه اللي غادي يداروا في شاطئ التلال اللي كيت معروف بلي فاك ديالو، وكيجيو ليه جميع الهواة ديال الرياضات البحريه في المغرب.